بغرير بالفينو فقط، ما كاين لا دقيق ابيض ولا سميده، كيوجد بدون اختمار وكيطيب وكيصدق من اول مره. هذا هو البغرير المعتمد عندي اللي كنديرو بالفينو. هانتوما هالطريقه، وانتوما كتشوفوا نقدم معكم هكذا وندير فيه شويه، قدمته بشويه تاع العسل ونتاع الزبده، كيجي غزال وزوين، وكنتمنى ان شاء الله تجربوه بصحه وراحه. وفي هذا الفيديو غادي تلقاو الطور الطريقه وبعض النصائح باش ينجح معكم. كنتمنى تجربوه، دوزوا معايا الفيديو باش نشوفوا الطريقه والمقادير. خوتي خواتاتي مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غنصوب معكم البغرير تاع الفينو، ما كنحتاجو فيه لا السميده ولا دقيق ابيض، كنديرو غير بالفينو. انا درت الفينو تاع العبار، وانتم تقدروا ديروا تاع سميتو، وغادي نقول لكم شنو هو الفرق بيناتهم. كنحتاج المهم 3 الكيسان تاع الفينو، كنحتاج واحد المعلقه صغيره تاع الخميره معجنه، وكنحتاج واحد المعلقه صغيره تاع الملحه، كنحتاج واحد شويه تاع السكر، انا تندير السكر، وكتب عندكم العسل معلقه صغيره ديروه، كنحتاج الخل، وكنحتاج لواحد الخماره تاع 16 غرام. المهم هنا عندي انا 10 غرام 10 غرام 20 غرام، ما غاديش نديرهم كلهم، المهم غندير تقريبا 16 غرام فيهم، وحده غنخلي فيها شويه. وكنحتاج الماء اللي تيكون دافي بزاف على داك الماء اللي كنعجنو به، المهم تيكون دافي. غنحتاج لربعه الكيسان او ربعه الكيسان ونص، المهم غادي نعرفوا علاش. هنا غادي نبدا معكم نخلطوا سميتو، غادي نحط السميده هي الاولى، غادي نحط الفينو عفوا، هنا غنزيد معلقه تاع الخميره تاع الخبز، وغنزيد واحد المعلقه تاع الملحه، ماشي بزاف الملحه على حسب الذوق. نزيد واحد شويه تاع السكر باش، لان السكر كنزيدو لان كيبغي ديك التحميره من تحت تاع سميتو، راه كيدير هذا. هنا غادي نبقى نبدا نزيد في الماء. هنايا انا السر في سميتو هو الا درت السميده تاع العبار تاع سميتو المزيف سميتو، كندير اربعه الكيسان تاع الماء. انا درت الفينو تاع سميتها الفينو تاع العبار، غادي ندير اربعه الكيسان بالضبط. وكنقولها دابا تنعاودها بان الماء ما خصوش يكون دافي، سميتو يكون سخون شويه ولا شي حاجه، خصو يكون دافي على الماء اللي كنديرو في الخبز. كنبقى ندير هكذا ونخلط هادشي مزيان، كنتمنى يكون واضح لكم هادشي. هكذا كنبقى كنخلطو، علاش ما كنديرش داك الماء يكون سخون شويه؟ حيت سميتو هاد الفينو الا درتي فيه داك الماء كيولي بحال لا كيتلصق، وكنقول بان راه الفينو اللي خايب شي حاجه، ولكن الا راه كنديرو الماء سخون، الماء السخون ما خصناش نديروه، خصنا نديروه يكون دافي دافي بزاف. نبقى نبقى هكذا حتى كتخلط هذيك المقادير كلها. شي دابا ما يعني ما كنتلوش ما حتى شي حاجه، ما تعجنش كي كيدير سميتو كيدير السميده مثلا هاد الفينو في لا ماشين ولا السميده، عاد كيخوي عليها الماء سخون وكتعجن لي. ولكن لا، خصك دائما حتى الا بغيتي ديريها في مولينكس كدير الماء هو الاول، عاد كدير السميده او الفينو. دونك كنبقى نخلطو بحال هاد الشكل. دابا البنات غادي نطحن بعدا هذا سميتو هو الاول، عاد غادي نزيد الخماره ونزيد الخل. هنا عاد غادي نزيد الخمارات من بعد ما طحنتو تقريبا واحد 10 دقائق هكذاك. هنا عندي الخمارة تاع 10 غرام، انا كنحتاج 16 غرام، المهم 3 الكيسان تاع الفينو كنحتاج لهم 16 غرام تاع الخميره. انا كندير هذه فيها 10 غرام، غادي نحاول نزيد نص تقريبا من هذا سميتو، ما كنعبرهاش بالضبط ولكن كندير عيني ميزاني، حيت فيها هذيك الخميره نتاع الخبز. المهم هذا هو سميتو، غادي نعاود نزيد واحد المعلقه صغيره نتاع الخل، و
ونعاود ثاني نطحن هادشي كله. هذا هو القوام تاعو بعد ما طحنتو سميتو من بعد ما درت الخماره ودرت الخل، طحنتو ثاني واحد جوج دقائق تقريبا. اذا هذا هو الخليط تاعنا تاع البغرير، ودابا غادي نبدا نطيبو معاه. البنات انا بديت كنطيب، دابا غندير معاكم هذه كيفاش كنديرها في المقله. بطبيعه الحال المقله راه سخونه دابا، والعافيه ما مجهداهاش انا بزاف، انت ما كنديرها هكذا ونخليها تقل. انتما تبعوا معايا كيفاش كتقل بهذه الطريقه، كيجي بغرير ناجح 100%، يعني بلا ما تحتاج تخليه لا يخمر ولا حتى شي حاجه. وهانتوما كتشوفوا بعينكم كيولي بحال الشهد كيتقل. خوتي خواتاتي مشاهدينا الاعزاء، هذه هي النتيجه نتاعنا تاع البغرير كي كتشوفوا نتاع الفينو، كيجي روعه صراحه، كيجي غزال 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 ومتقد. هانتوما راه طيب من الوجه بجوج، وقدمته بهذه الطريقه، درتو في التفصيل، غير جربوه بهذه الطريقه ما غتندموش، وسجلوها لرمضان بالاخص حيت رمضان يعني معروف بالبغرير. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا في التعليق، ولا عندكم شي اسئله ولا شي حاجه ما تردوش باش تطلقوا الاسئله تاعكم. كنتمنى لكم التوفيق جميعا، دمتم في امان الله، والى اللقاء.